الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على السلامة يا بي. الله يسلمك. أهلين حدو، شلونك ضعت بالصحراء يا بي؟ دخلك القطة هي اللي دلتك على البيت؟ يا بي أنا هلا تعبان، بدي ريح شوي وبعدين بحكي لك القصة. لا يهمك يا بي لا يهمك، المهم الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا بي، نورت البيت يا بي. لا لا شو هذا يا زوزية؟ شو هذا؟ قل لي تركتك يوم واحد بالصحراء، ارجع لاقي زلمة غريب معي وين على تختي؟ ماشي خليك انت وياه. لسه بدي اجيب جرة الغاز وحطها جوا وسكر الباب خلوني يختنقوا ويموتوا هي وياه. وين جرة الغاز؟ بالمطبخ صحيح. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل. الله، وهي احلى فنجان قهوة لابو عبدو حبيب قلبي. اهلين بنت عمي. ابن عمي تشكو القاسي، إن شاء الله ارتحت عندي مبارح. الحمد لله كله منيح مع العافية. بدي أطلب منك طلب ابن عمي، عم تقوي العيار علي شوي بضرب القشاط، والله والله علم جسمي. يا بنت عمي بدك تعرفي إنه بس تغلطي بدك تاكلي لك كم قشاط، لا تغلطي ما بغلط معي. أمرك ابن عمي. يا بنت عمي أنا لما عم أضربكم بالقشاط شو بدي غير تكونوا نسوان هيك مقدرين ومرموقين؟ من يوم ورايح رح تشوفني مثل ساندريلا. شو هاد؟ مين هي ساندريلا؟ أنا ما بتجوز وحدة مثل ساندريلا. يا ابن عمي ليش شبه كمان ساندريلا؟ هاي وحدة عاطلة ساندريلا. يا ابن عمي ساندريلا عاطلة؟ هلا بزمتك وحدة بيرقصها واحد وبيضيعها وبيستدل عليها من ورا الصرماية. خرج الواحد يتجوزها؟ هلا انا لما تجوزتك استدليت عليك من ورا امي، انا احسن الواحد يستدل من ورا امه ولا من ورا السرماية؟ السرماية ولا امه؟ لا اكيد امك ابن عمي. بري عليكي، من شان هيك انت احسن من ساندريلا. روح الهي خلي لي اياك يا ابن عمي يلي بتعتبرني اهم من ساندريلا. كم واحدة صاروا؟ بس بدي منك شغلة أنا. أمور ابن عمي. بدي إياكي تروحي تعملي لها زيارة لمرته لجاري أبو حدو، ويعني تتقصي لي تشوفي لي شو صار بموضوع القطة، حسنوا يودروها ولا لسه؟ لأنه أنا خايف عليه لهذا الأجدب ليكون مرضان بهذاك المرض المعدي. يا لطيف هذا إذا انبلى بهذا المرض بيعدينا وبيعدي الحارة كلها. ولك مو تكرم عيونك، إن شاء الله بيقبروني عيونك يا ابن عمي. هلأ أنا بخلص شغلي وبروح لعندها وبفهم لك كل شيء. خلصيني يا دولة إلهوي خلصيني يا دولة. شو صار معاه؟ أخذت طشط المي ونقعت له الرجلين ودهنت سفل الرجلين بكريم تشقق الرجلين، كان عاطيني إياه ديبو ومشي الحال. اعتذرت منهم؟ إيه اعتذرت منهم وقلت لهم إنه هيك بس بدهم يرجعوا على بيتهم. خليهم يومين تانيات عنا. ما رضي قلت له انا بدي ارجع بيته رح اروح انا ارجعهم وارجع ليكون قادر على خاطرهم منك. لا عرفوا انه القصه صدفه صارت يعني مو قصدي يعني شو بدي اعمل. ايه برضاي عليك وانت راجع مروق على السوق، جيب لي شويه خضره وشويه لحمه مشان اعمل لكم شوربه خضار باللحمه. هلا ما معي مصاري مشيها حواضر. ايه ما معك بتضلك بنتوف، لو عارفك انك هيك ما كنت اخذك، شو عم بدي بهالاخذه؟ اوه علينا، ليش انا وقت اخذتك ما قلت لك انه انت كل شيء بملكه بالدنيا؟ فكرتك عم تغزل فيي. غزل بعدي. يلا ابن عمي انا رايحه، بدك شيء؟ لوين رايحه وليه؟ تقبرني وانت بعتني لعند الجيران. تذكرت. يلا روحي شوفي لي شو صار الموضوع على الأطفال. امره خاطرك ابن عمي. الله معي. صباح الخيرات والليرات والذهبات.
شو شايف شمستك عالية اليوم؟ هلا فاتي؟ لا ابن عمي يوم فايقة من زمان، بس كنت هيك عم رتب غرفتنا. ايه اذا هيك منيح. ابو عبدو معلش اسألك سؤال. تفضلي. شو لوين راحت فوزية؟ بتعرفي يا مرا انه في حقائق اكتشفوها هي من شان الزوزين واثبتوها، يعني الزوزين الرجال والحرمة، هن الحقائق هدول عبارة عن حركتين للرجال والحرمة. بتحبي اقول لك شو هن لحتى يكون حياتهم الزوزية سعيدة؟ شو هن؟ المرأة بتنبسط من الزلمة لما بحط ايده بجيبته بده يطالع مصاري. ايه بلا ابن عمي صحيح بلا. والزلمة بيحب المرأة لما بتحط لسانها بحلقة وبتسكت ما بتسأل ولا سؤال، فهمتي؟ يا ميت أهلين وسهلين بجارتنا فوزية، هيك ضلي زوريني الله يسامحك تعطيني فرض أتعب. لك تقبري قلبي يا زوزية، أنت بالبال على طول، بس يعني أنت أدرى بالنسوان، المرأة قديش بتتعب من وقت ما بتطلع الشمس لوقت ما تغيب وأنا عم بشتغل بالبيت. إيه والله الحق معك. دخلي، أنت ليش ما عم تعملي لي زيارة كمان؟ والله أنا كمان حكايتي مثل حكايتك، طول النهار شغل بهالبيت ما عم يخلص. الله يقويكي يا حق. خلينا نعمل شي نشربه، شو بتشربي قليلي؟ إيه لا تقبريني، خلاص ما بدي أشرب شي. كأنه جوزك مانو بالبيت، بدي أسألك شو صار معه بقصة القطة؟ آخ والله القطة هلكتني وقالوا لي إنه بتجيب مرض، راح جوزي زتها بالحارة، قامت ردت رجعت لنا، راح زتها بصعبة حارة، ردت رجعت لنا، قام قرر آخر شي يروح زتها بالصحراء، أخذها على الصحراء لحتى يزتها، هي رجعت وهو ما رجع. يعني جوزك لهلا ما رجع؟ لكن بلا رجع، بس اسمعي على هالشغلة اللي صارت. يو تقبريني احكي، شغلتي لي بالي. يا ستي بغيابه اجوا امه وابوه لعنا، وانا اكرمتهم وقمت بواجبهم وفوتت نايمتهم باوضتنا. ايه ولما اجى جوزي قبل ما يشوفني فات على غرفة النوم، قام لا اجل هيك عم بلعته، فكرني انا وحدا، قام رفع انفلقه. يعني رفع ابوه وامه فلقه؟ ولما فات على المطبخ وشافني قام انصدم. غضبوا عليه؟ لا اخذ طشطن مي وراح دهلن اجري هون بالكريمات وزبط لهم وضعهم، طلب يروحوا على بيتهم قام راح يوديهم. خليني اعمل لك شيء تشربي. إيه لا دخيل عينك ما بدي شيء، هلا صار لازم اروح، انا خطفت رجلي مشان اجي اطمن عليكي. لا تقطعيني، ضلي تعالي عندي على طول. عالصالحيه يا صالحه يا جبني طريق ومالحه، جابلي وجابلي يا ماما جابلي حلقني المس ريتو ينبقي، حكيتو شي لا والله، زحلتو شي لا والله، انا لا عنده رايحه. السلام عليكم. الله لا كان جاب القلع، وين كنتي ضرتي؟ يا انت شو دخلي؟ ابو عبده وبعتني بقصة. شو مقضيتي لي اياها زيارات؟ قصة شو فوزية؟ يا وانت شو دخلك قصة شو؟ بس بتعرفي سمعت لك سمعة، اما شو سمعة؟ سمعت شو فوزية؟ وهم نطفتي لي قلبي شو؟ لك هذا جابنا ابو حده، قتل امه ابو، اما شو قتله؟ يخرب بيته، ابو حده قاتل امه وابوه قتله؟ لك ايه مرت زوزية قالت لي لك ضلي قتله، ضلي قتله لحتى طلع الدم من رجليه هون. يخرب بيته يا عيب الشوم عليه، وليش دخله؟ بتعرفي؟ قال هو فات على الغرفة افتكر. تعي 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 احكي لك القصة. تعي تعي تعي. جابني تعلم صوت الطنبور. شو امرتي؟ ايه عم لك بدي تعلم صوت الطنبور. شو خرفتي؟ ليش بقى؟ في مرة بتسوق طنبور؟ ايه شو يعني عيب؟ معلوم عيب. ومين فتاها انه عيب؟ لك يا حبيبتي المرة ما بتسوق طنبور، بتقعد على طرف الطنبور والزلم بيسوق فيها، يعني مثل الملكات. معناها اذا انا مثل الملكة لازم ما اعمل شيء، لا كنس ولا امسح ولا اجري ولا اطبخ ولا اغسل، اقعد مثل الملكة وحوالي الناس عم يخدموني. خلاص خلاص، ما قلتي لي بدك تتعلمي سواقه بالراحه ولا بالرجعه؟
شبك اليوم على غير عادتك، ساكتي لا من تمك ولا من كمك. اي مو احسن ابن عمي، يعني بخاف هيك احكي لي شي كلمه تقوم تنزعج مني. ايه مزبوط، هو احسن. ايه نعم احسن، بس يعني انا بخاف من المرأة الساكتة. ها ليش بقى ابن عمي؟ لانه المرأة الساكتة بيكون الشيطان عم يوسوس بعقلها مشان تعمل له شي قصة لجوزة تخرب له بيته فيها. لك والله احترنا يا ابن عمي، شو ساوي انا اذا ضبيت لساني ما بخلص، واذا حكيت بتقلي متفقة انا والشيطان عليه. بس اما اليوم شو سمعت لك سمعة من ضرتي فوزية؟ شو سمعتي؟ قال هذا ابو حده قاتل امه وابوه. شو عرفه؟ مثل ما عم قلك ابن عمي. شو عرفه فوزية؟ الكلام بسرك ابن عمي، هي جارتنا زوزية مرته لابو حده هي اللي خبرتها لفوزية. هلا هي خبرتها انه ابو حده قاتل امه وابوه؟ لا يا خسيس لا، انا انشلشت طاسة احلي شلش. وليش انشلشت طاسة احلك شلش ابن عمي؟ لانه يلي بيقتل امه وابوه مو بعيدة عنه يقتل جاره. سيفي. ايوه شو حدو لساته نايم؟ ايه والله لساته نايم. ليش ما عنده كتاب؟ انا اليوم عطله. ايوه اذا عطله خلي نايم. بتصدق يا زوزيه ماني مصدق امتى حدو يتزوز ويستقر. ايه بكير عليه لساته صغير. شو صغير ما صغير، تزوز الولد بيجي ولد. انا عم فكر احكي مع الميمي تدور له على شي وحده. لا خلي امك مرتاحه، انا ابني بعرف كيف ادور له، اساسا شايفت له بنت ظريفه وحلوه وصغيره، بس عم استنى يخلص كتاب. جد زوزيه انت شايفتي له واحده ظريفه؟ بنت مين؟ بنت جارنا ابو حاتم. شو اسمها؟ وعد. ايه وعد ما بقول اسمها لحدا. شو اسمها؟ وعد. وعد ما بقول اسمها لحدا. شو اسمها؟ ايه عم اقول لك وعد. شي عم اقول لك وعد ما بقول اسمها لحدا. شو اسمها؟ ميت اهلين وسهلين يا ابو صطيف. اهلين وسهلين بابو عبد الملك. شرفتنا يا صطيف الحبيب. شاف شاي اوعى تكون دلعه مثل عادتها. ايه اخي خير، ليش جاي لعندي من بكي؟ في شي؟ لك شو جاي لعندك؟ مو جاي، مو انت اللي طالبني؟ انا طالبه انا ليه؟ ايه 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 تذكرت. اخي صطيف في موضوع بدي خبرك اياه، بس ما يعرف هو شو بدي بلش، يعني عرفت شو؟ بلش بلش، شو هو الموضوع؟ الموضوع ما في انه هالشغله هي والله ما يعني هو موضوع حساس وخطير جدا، ما بس شو انا ابو عبدو يعني بدك تجوز وحده ثالثه؟ نطفت لي قلبي. اللي شو الموضوع؟ شو جوز وحده ثالثه؟ انا التنتين اللي عندي ما يعرف عن شو بدي اخلص منه، لسه بدك تجوزني وحده ثالثه؟ لك شو الموضوع؟ الموضوع انا هذا الموضوع اللي بدي احكي لك يا بدي اياه يصل للعقيد. ما بتقول الا وصل. ها الموضوع هو انه جارنا ابو حده قاتل امه وابوه. يا لطيف اخ راسي. مثل ما عم حاكيك انا صار لي يومين ثلاثه عم شم ريحه غريبه جاي من بيت ابو حده. هذا بيكون قاتلهم وقابرهم بارض الديار ومتفسخ الجسر عم يطلع منهم الريحه الغريبه. لك وانت قلتها عم اقول لك عالي كذا حصة منين عم هالريحة هي؟ لك لا تخن لك فايت الابن ابوخ نابوخي، لك لا تخنيني. تاني جاي من بيت ابو حده. يخرب بيتها شو ها؟ لك لا اختني. انت شامم مثل يعني ما انا شامم ريحة؟ لك شو شامم ما شامم؟ عم اقول لك معشعش ابن ابوخي، لك عم تطلع من مسامات جلدي. خرب بيت عم اقول لحالي منين الريحه هي؟ ايه 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 مضبوط. لذلك لازم معيتك يا صيف نروح نخبر العقيد فورا. حالا بالا، وانت قلت اخذ لي طريق. يلا يلا اعطونا طريق. يلا
شو شامم ها؟ مجنون؟ شو طالع؟ لك شبك نقصتيني ايه طالع؟ ليش بخيت عطر وعم زبط شواربك؟ كل ما بدي زبط شواربي بخبخ عطر بتقلي ليش طالع؟ خليكي مثل المرأة الأورومبية. شلون بقى؟ لك يا حياتي المرأة بأورومبا بتلحق زوزها بالزاكيتة بتمسح له اياها بخخ له عطر وحتى هو وطالع بتعطيه بوسة. وانا رح اعطيك كمان. شو؟ رح اعطيك تنكة الزبالة تكبها برا طريقك وانت رايح. الله بيطلع لي مني غير الزبالة. يتسود عينك يا حبيبي. وليه فتحية؟ يخرب بيتك ولي على قامتك والله رعبتيني شبكي. ليش شو عملت حتى ارتعبتي يا بعدي؟ كنت دقي على الباب قبل ما تفوتي. الواه الواه شو موجبة. المهم حبيبتي عرفتي لي ابو عبدو شو بده منه لأوسطي؟ وانا شو بيعرفني جوزك وانتي قد رفيه؟ ليش ما بتعرفي جوزك ما بيقول لحدا شي؟ ما عرف انه ما بيقول لحدا شي، بس انا قلت لحالي يعني مثل عادتي تكوني عم تتنصتي عليه. لك فوزية مالي ناقصتك من عالصباح. ايوه فهمنا كل مرة اللي تنصتنا عليه فيها. لا تقلبي لي اياها دراما وتقعدي تتيني فيها عالطالعة والنازلة. ايوه قولي على عيونك شو حاكيتي؟ يخرب بيتك على هالباجون. ان شاء الله ريتو درب يسد ولا يرد. يخرب بيتك شو قوية، لا بتنحلبي ولا بتنجلبي، الواحد ما بياخد منك لا حق ولا باطل. بس ليش تلبكت لما شافتني؟ ايوه معقول تكون عم تحط له حجاب لابو عبدو؟ او ليه اذا طلع الحكي صحيح والله ابو عبدو لحتى يخرب بيتك. جبتيها يا فوزية، إيه ما بيكون اسمي فوزية إذا ما بخرب لك بيتي؟ لعلمك كيف تتخلقي بوشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين بك كبير شرف. أهلين. هي يا خير. خير شو في؟ في قصة بدي أخذ رأيك فيها. شوي قصة شو؟ أجل عندي ديب الحلاق وخبرني بقصة طلبوا منه قصيف وأبو عبدو يخبرني إياها. شو هي؟ أبو حدو استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم شاخت أبو أمه على البلوعة. شلون؟ مثل ما سمعت يا كبير. رغم أني ما بظن أنه هذا الشيء صحيح، لأنه أبو حدو رجال خرطي ما بيقدر يذبح صوص. أنا بقول لك شلون تتأكد. شلون يا كبير؟ تبعت له ديبو الحلاق على البيت. أهلين أبو حدو، شو بك هيك عم تطلع بحالك؟ لك شو بك ليش عم تطلع بحالك؟ أبو حدو وين شارد؟ شو بك شو في؟ زوزية أنا فيني شي بخوف؟ أكيد لا. غريبة. شو هي الغريبة؟ شو صاير للناس؟ ليش شو في خبرني؟ من وقت ما طلعت من البيت لوقت ما رجعت كل الناس مرعوبة مني، تقولي أنا صرت بعبو على الناس؟ أوف شو هالحكي؟ مثل ما عم خبري أبو حدو لا تكون مرتفعة حرارتك. حرارة مين والناس نايمين؟ عم لك الناس مرعوبة مني. شي؟ عبدو؟ يا عبدو؟ لك عبدو؟ عبدو؟ ايه يا بي كم مرة بدي نادي لك عبدو لحتى تطلع؟ ما سمعت. ما سمعت تعال هو عطقها. فهم علي شو بدي لك؟ ايه بدي اياك ما بقى تمشي مع هذا اللي اسمه حدو ابدا ابدا. بنوب بنوب بنوب. ليش يا بي؟ حدو رفيقي وما بحسن اتركه. لك خلاص تعمل مثل ما عم اقول لك. العمى. طيب شو في يا بي؟ اللي شو في؟ لك ابوه طلع قتال قتلها. تخيل انه قاتل امه وابوه ومدوبهم بالاسيد. شو هالحكي يا بي؟ لا مو ظابطه ما بصدق ابو حدو ما بيعمل هيك. ما بتصدق؟ يعني انا كذاب؟ لك لا مو هيك يا بي العفو منك، بس يعني مو ظابطه. يعني انا كذاب؟ روح خليك يا زلمة روح. وينك يا فوزية؟ فوزية طلعوا امور بالعمل امور اضربي انت وتربي
ابنك عم يقول عني اني انا كذاب. لا تقبلني شو كذاب ما كذاب. اروعي يلا قدامي على غرفك ايدك كم شاط على هالتربعيه المعطله. روحي بقى حالك امشي. امرك لك يا بي عم ندق الباب شو مو سمعانه؟ مرحبا حدو. هلا يا عم ديبو. هون ابو. هون تفضل. يلا يلا. يلا يلا. علين ديبو. السلام عليكم. وعليكم السلام عزيز علين ديبو. تفضل. هون ابو حدو. عراسي والله. لك من كام يوم قلت لي بدك تقلع درسها. شو رايك نقلع لك يا؟ اي والله انا كنت جاي لعندك على الدكان منيح لي شيء. يلا جيت هلا ها؟ لعيونك. تحت امك ابو حدو ركز لي عدتك شو؟ اي ركزت قعدتي دقيقة بس ديبو يعني قلع الدرس بيوجع شيء؟ لك لا لا ما بيوجع. ايوه تحت امك شو؟ بس شو كنت عم تشمشم انت جوعان شيء؟ لا 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 ابدا ما في شيء شباب. فكرت تحت امك ابو حدو. ايوه ها. فهمت عليك فهمت عليك. ايه لا 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 خلاص مثل ما بدك. لك ديبو انت شو عم تفهم علي؟ ايه بفهم علي. اذا انا مو فهمان على حالي شو الحكي بحدو؟ صحيح ديبو انت مو صديقي وحبيبي. بدي اسألك سؤال، في شي غريب عم حسه بالناس باليومين. مثل شو بحدو؟ ايش الناس خايفة مني ديبو؟ ابو حدو اذا سالتك بتجاوبني بصراحه. لا يا ديبو انت بتعرفني لا بكذب ولا بحب الكذب. شو قصه ابوك وامك؟ شو ها؟ لا بلكي كان ابو حدو جاي مشان يقتلني. لا ما راح افتح له. شو انا شبان لحتى ما افتح له؟ راح افتح له بس وينك يا بارودي؟ جاينا جاهز حالك يدلك ايه بسم الله الرحمن الرحيم. مين؟ امي مين صبر قلبي؟ شبك لا تخافي لا تخافي بودي الحمد لله لشفتك عايش. صار بيدك لموسى. الله يرضى عليك. الحمد لله شفتيني عايش. الحمد لله. قال الله ولا فالك ليش خيش شو صار علي؟ هذا جاركم ابو بطيخ حدو ايه. الله يغضب عليه مرتكب قال مجزرة بالحارة صحيح؟ مجزرة هات لشوف شو صار معك. مثل ما قلت يا كبير قبل ما نتسرع بعثنا له صديقه ديبو ابو حدو خبره كل القصه. وشو طلعت؟ مثل ما قلت يا كبير بهارات شاميه.